السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بعدد زينة عرشك وأمداد كلماتك وما حاط به علمك وأحصاه كتابك. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال الله في محكم كتابه. لماذا ننسب كل شيء لله؟ نجيكم الوحدة وحدة، يد الله فوق أيديهم. شو يعني يد الله فوق أيديهم؟ الله عنده إيد؟ ما عنده إيد. قوش الله يحذركم نفسه، الله عنده نفس، إذا صار عنده نفس قام يأكل ويشرب، وشي شبعة إذا أكل ويشرب، يعني ما يضل لكم كل شيء. يعني إذا صار يأكل ويشرب مقرون بالموت، مقرون بالفناء، وأصبح مادة. الإنسان متغير، أول ما يصير طفل، أول ما يصير جنين ببطن أمه مضغة، بعدين يكسوها عظام، بعدين تمر هذه المراحل إلى أن يكون طفل، يكون شاب يبلغ إلى أن يبلغ من العمر عتية، إن ما الله مرضه، إن ما مرض هو نفسه، الله ما يمرض. إذن متغير، وهذا مادة، وكل مادة محكوم عليها بالفناء، إلا الذين اختصهم خالقهم. إذن الله يختلف. خش يد الله بمن هو الذي يمثل يد الله؟ يد الله يمثلها النبي الإمام. إذا يقول الله وما خلقت أرضا مدحية ولا سماء مبنية إلا لمحمد وعلي وفاطمة والحسن، إذن كل الأنبياء والملائكة والجن والشياطين تحت إمرتهم. خوش ذولا يأخذون الولاء منين؟ الملائكة، الشياطين، الجن، البشر يأخذون الطاعة ممن؟ من محمد وآل محمد بما فيهم الأنبياء. يعني ما يقبلون علي يصير نبي، ما يودونه، هم يودونه. شو يلقون يودونه؟ يلقون مهيئ وصادق أمين يكلفونه برسالة. ولذلك كثير من الأمور تمر علينا، علينا أن نعرفها. من هذه الأمور إن الأنبياء أغلبيتهم ما يعلمون، مو ما يعلمون، ما يعلمون أبدا أبدا ما يعلمون. ليش ما يعلمون؟ لأنه عندنا دلائل كثيرة إن الأنبياء كثير منهم لا يعلمون إلا ما أتيوا من العلم إلا قليل. موسى عليه السلام، قضية موسى وقضية المحاورة مع من؟ مع الخضر عليه السلام. وعدنا شواهد كثيرة، من هذه الشواهد حتى النوب تنتبهون انتو. خوش هذا نبي ما يعلم، هذا نبي ما يعلم. تجي لك الى واحد عنده دكانة خافص الكون كله، نبي ونصبه محمد، مو الله، الله ما له علاقة، الله نصب محمد فقط. خوش اقرأ لكم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. لو كان يعلم عرف ذولا ملائكة، فأوجس منهم، إجوا على شكل بشر حلوين، فأوجس منهم. بعدين قال فما خطبكم أيها المرسلون، إذن ما يعلم إيش راح يسوون. قالوا له احنا شنو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، راح نضربهم ضربة نووية. هذا شي يدلل، يدلل حتى هذا البيت المسلم ما يندل هذا النبي. اذا محدودية علمه. خوش حينما قال اخذ الزهو لموسى وأصبح يقول للناس أنا فلان الفلاني، ماذا فعل به الإمام علي عليه السلام؟ أرسلنا إليه عابد من عبادنا. هذه الطريقة المؤدبة، ما قالوا له أنت ما تعرف كل شيء. إحنا هنا
عندنا اخلاق، من هذه اخلاق اهل البيت علينا ان نتعلم. ما قالوا النبي الله من ولي العزم ترى انت ما تعرف كل شيء، تعرف اللي نقول لك اياه واللي نسويه لك احنا. لان لو كان يعرف ما قال ان هذا فرعون خاف ان يبطش بي او باخي، قال لا تخف دركا ولا تخشى، الى مضمون الآية انكم الاعلون، انت واخوك ما يصيبكم شيء. محمد ما قال، ولا علي بن ابي طالب ولا الحسين، قال يا سيوف خذيني. شوف هذا الفرق بين الايمان، وممكن تلقي لك عبد من ذول العباد الناس الفقراء مع الامام الحجة اعظم من الانبياء بألف مرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه.